الذي قد يكون حكومتنا شوية يعني في الأمور السياسية احنا شايفين أمورها قد تتجه في اتجاهات غير مقنعة للشارع أو هذا نحن نريد أن نضع هذه النقاط على الحروب بهذه الأمور، ومواطننا وصانع القرار والحكومة والنواب مطالبين الآن أن نقف وقفة واحدة، وقف التراجع حتى لسياساتنا السابقة إذا كانت فيها أخطاء يجب أن نتراجع الآن ونضع خطوط حمراء اتجاه مستقبلنا، خصوصا أننا كنا نعتمد على الدول الكبرى في المنطقة الولايات المتحدة، الآن أصبحت تبعيتها الولايات المتحدة واضحة وانجرت وراء روسيا وراء إيران، يعني كأن روسيا أصبحت هي اللاعب الأوحد الآن في المنطقة. أنا كأردن الآن كيف يمكن لي، هل يحق لي أن أغير عقارب الساعة وأتوجه نحو روسيا؟ فأنا يجب أنه ألعب سياسي بشكل هذا الصح. هذا المطلوب الآن. خلينا نتحاور، نعطي الدكتور لأنه تفضل. الصمت كمان مو كثير كويس للدكتور نخليه صامت. تفضل يا سيدي. نبعد عن الشلليات ونبعد عن معارضة، هل في مواضيع أهم إحنا مستهدفين في مرحلة قادمة؟ جميل. أنا لا أعتقد أن دولة، بس كلمتين مشان أركب على هذا الموضوع. نعم. دولة بمؤسسات ضعيفة وقيادات ضعيفة ستحمينا وستحمي الأردن في قادم الأيام. طب ما هو المطلوب؟ كيف يمكن أن نعد أنفسنا لمواجهة القادم؟ جيد. أولا كنت في بداية الحلقة تتحدث عن أن المواطن اهتمامه اقتصادي، صحيح اهتمام الاقتصادي، بس الاقتصادي ما بينزل من السماء منه سلوى. الاقتصاد يركب على السياسي، وكل عمر السياسي والاقتصاد عيلة واحدة، هذا واحد. فلذلك أن نقفز الحديث عن الاقتصاد أو الحديث عن المواطن وشو بده يسوي المواطن، أنا بطمنك الدولة بطمنك في الدولة الأردنية. ما أنتوا في حوارنا ما ساعدتوني، لو إحنا حتينا في المحور السياسي ثم انتقلنا للوضع الاقتصادي كان معنا مجال. ما أنت على سؤالك جاوبناك، سألتنا يا أخوي عن اللي ركزنا على القضايا المحلية. جميل. ركزنا على السؤال يا سيدي كان على الخطاب، وأدلينا دولنا في هذا الخطاب. على أي حال أنا ببشرك، المواطن الأردني ما بيقدرش يسوي إشي في الأزمة السورية. من هون أنا مضطر بدي أحكي عن مؤسسات الدولة الأردنية. أنت مين بتنتظر؟ إحنا مين بننتظر؟ ننتظر المواطن العادي، يعني عامة الجمهور. المواطن دقيقة. أنت تسألني يا سيدي. أنت تسألني وأنا سأجيب. نعم. اسمع لرأيي. المواطن العادي لن في قضية السياسات الخارجية، في قضية الأمن القومي، في قضية الأمن الاجتماعي، في قضية هو الأصل أن يكون مشارك. عندما غيب هذا المواطن عن صناعة القرار بقصد أصبح غير قادر على أن يساهم في إخراج الأردن من أزمة اللي فيه. الآن الموضوع الأزمة السورية أثرها على الأردن، حتى لا يفهم المشاهدين إحنا بنقيم فيما يجري في سوريا، لا، إحنا سؤالك كويس محدد الآن، هو أثر هذه الأزمة على الدولة الأردنية، على الكيان الأردني، على مستقبل الأردن، على الهوية الأردنية، الأمن الأردني. نعم، على الأمن الأردني. نحن نقول الدولة الأردنية أخطأت عندما وافقت بأن يكون مليون سوري لاجئ على الأرض الأردنية. أنا بشرك أنه حسب ما قال دولة الرئيس قبل عدة أيام أنه 1,300,000. نعم. هاي لأول مرة يعلن عنها، سابقا كانوا يقولوا 500,000 400,000، قبل أيام أعلن رسميا مليون ثلاثمية. في فرق ما بين الموجودين ضمن مخيم الزاتري والفلت اللي هم بيدخلوا طبعا بالمجمل هم تعدوا 1,300,000. السؤال دكتور، سؤال بسألك، اللي سمح لهم أبو بشر يدخلوا على الحدود، أنا المواطن أين نرجع؟ إحنا هاي ناقوس خطر اللي بتحكي فيه أنت، موضوع مهم فعلا، مو حيوي، وذلك احنا بدنا نصرخ في وجه المسؤول. ما هذا انا بقول لك، السوري اول امبارح بيقول لي انت لا تحكي عني، انا لاجئ، انا في بلدي، انا في سوريا الكبرى، انا في جنوب سوريا. خلينا نحكي عن تجارب العالم. نعم. في هذه الازمه طبعا في شيء اسمه لاجئ وفي شيء اسمه نازح. كل الدول العالم، في رواندا صار فيها مجازر وصار في نزح داخل الدوله،
في 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 افريقيا دائما في نزاعات، بصير في نزاع وبصير في هجرات في حال في الحالات القصريه، عندما تكون يعني القتل يعم ويصل وتصل المشكله الى حد الحدود، الاتفاقيات الدوليه تجبر الاردن وغير الاردن على دخول هذا المال. يعني هل الاتفاقيات الدوليه تجبرنا نحن في الاردن نعم نستقبل؟ نعم نعم تجبرنا، لكن كانت لو الدوله الاردنيه لديها بعد استراتيجي وعمق كان في حل، في حل اخر في شيء اسمه المناطق العازلة بأمر دولي، وفي شيء اسمه وبجوز دكتور يعني أعرف مني فيها هذه، باتفاق الضمني مع النظام السوري كما فعلت تركيا، وأنا ذهبت إلى هذه المخيمات أنها أبقت ما شاء الله أبقت اللاجئين السوريين على الأرض السورية، عملت لهم مخيمات. لو كان هناك دبلوماسية كافية في الأردن وقيادات واعية سياسية ودبلوماسية جيدة في الأردن لا يعني لا 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 يعني لتمكنت يعني في فشل فشل في الدبلوماسية الأردنية. نعم منتهى الفشل في الدبلوماسية الأردنية. هاي دبلوماسية، هاي علاقات عامة، هاي علاقات عامة وسفر ومؤتمرات وابتسامات وكمرات لا مؤاخذة. لتمكنت هذه الدبلوماسية الأردنية من إقناع المجتمع الدولي إنه يا مجتمع دولي أنا مي ما عندي، بنية تحتية ما عندي، موازنة ما عندي متهالكة، موارد طبيعية ما عندي، طاقة ما عندي، تلوثات بيئية عندي، أنا عدد سكاني 6-7 مليون، ميزانية كلها عجز، بتجيب لي 1.5 مليون بشكله 15-17% من السكان الأردن. الحل أنه يبقى هؤلاء اللاجئين وروحنا معهم، وإحنا يعني حتى لا يعتقد البعض أن لدينا قسوة بدنا نقتل السوريين على السوري، لا أبدا، بحماية بشكل أو آخر أو باتفاق مع النظام السوري وهو قابل هذا النظام، كما فعل في الآن في مناطق على الحدود التركية فيها مخيمات النظام السوري ما ببلشش فيها، يعني ما فيها حالات إنسانية وفيها ضجة دولية بدها تصير الآخرين. كان قادر الأردن لو كان لديه دبلوماسية كافية وصناع قرار رجال أن يوظبوا هذه الدبلوماسية لإقناع المجتمع الدولي إنه أنا الأردن ما بقدر أتحمل هذا العبء الضخم على أرضي. طب إذا زي ما تفضلت، إذا كان في عندنا فشل في الدبلوماسية الأردنية، أين ممثلين الشعب؟ لماذا لم يضعوا الحكومة في هذا التصورات كمان؟ يعني إحنا هنا في انقسام يا أستاذ محمد، انقسام حول ماذا يعني؟ يا سيدي أنا بدي أختلف مع أخوي، يعني في مستقبل الأردن أهم من انقسامات يعني شخصية أو أنا إذا منتمي لحزب معين أو منتزه. هناك في انقسام طبعاً، زي ما حكيت قبل شوي في انقسام مجلس النواب، في انقسام بالرأي العام حول موضوع سوريا، بس مش هذا موضوعنا. بدي أختلف مع أخوي بس في نقطة في موضوع اللاجئين والأراضي الأردنية والأراضي السورية. الوضع في تركيا بيختلف عن الأردن، لأنه المناطق الشمالية تقريبا محررة من ضمن يعني تخضع للجيش الحر، فبالتالي إمكانية إقامة المخيمات في هذه المناطق قائمة. وطبعا سهل يعني. نعم، وفي تفاهمات ضمنية أو تحت مبدأ الخوف إنه أي اعتداء على هاي المخيمات الأتراك تحركوا في هذا الاتجاه، وصواريخ باتريوت وإلى آخره، فلذلك حتى الطيران. طبعا إحنا جابوا لنا صواريخ باتريوت يا سيدي، الطيران السوري حتى المناطق هذيك، لكن مناطق درعا ومناطق الجنوبية جنوب سوريا اللي هي قريبة للحدود الأردنية لسه مناطق غير مستقرة ولسه النزاع موجود فيها، ولو عمل فيها مخيمات تخضع لمين؟ تخضع للجيش الحر ولا بده يخضع اوكي، بس هاي مسؤوليتك ولا مسؤولية المنظمات الدولية والمجتمع الدولي؟ فبالتالي انه تواجدهم تخضع لمين؟ هاي مسؤولية الأردن على موضوع المنطقة العازلة. نعم، تواجدهم على الأرض الأردنية أصبح موضوع يعني مكره أخاك لا بطل. أما في موضوع المتعلق في المناطق المعزولة، هذا تحتاج لقرار مجلس الأمن موجب قانون الأحكام الدولي، إنه قرار مجلس الأمن هو اللي حدد مناطق عازلة. وإحنا كلياتنا نعرف إنه روسيا رفضت رفضا قاطعا موضوع الحظر الطيران وموضوع المناطق العازلة، فبالتالي أنت أصبحت مجبر أنك تستقبل هذه اللاجئين زي ما حكينا موجب اتفاقيات الدولية. هذول اللاجئين، هلا الأردن استقبل هاي اللاجئين تحت أكثر من بند أو أكثر من يعني من معطى في هذه القضية. أول شيء بحكم العرق والدم والعلاقة والعروبة وكذا القومية والعروبة، يعني على مر التاريخ من 48 وال 67 وما قبلها استقبلنا كثير من اللاجئين والنازحين إخواننا الفلسطينيين، فبالتالي احنا هذا الشيء مش جديد علينا يا سيدي. ما كان يجري في السنوات السابقة ليس نعم كما نعم يجري الآن، مع اختلاف هناك اختلاف كبير. النتيجة انه انت كدولة في عندك التزام أدبي، التزام أخلاقي، التزام دولي باستقبال هذول اللاجئين. المشكلة سيدي أنا مقابل التزاماتي هاي أهدد أمن بلدي؟ اسمح لي أستاذ محمد أكمل بس هلا. نعم أنا عندي التزام، بس بالمقابل المجتمع الدولي ملزم بالوقوف معي كدولة تحتضن
ثاني اكبر تجمع او لا يعني ما عنديش الاحصائيه بالضبط احنا او تركيا للاجئين السوريين. هذا زي ما حكى اخونا هي بتعمل ضغط على الخدمات بتعمل ضغط على كثير من القضايا، واحنا شفنا حتى صار يعني صار في انحراف وصار في جريمه وصار في يعني انا في بعض الاحيان بتابع بعض المواقع او المحطات التلفزيونيه اللي هي الزواج والاغتصاب وقضايا المخدرات الى اخره، فهذه اصبحت مدينه. واليوم في خبر بيقول لك انه تحويل الزعتري لمدينه في الاردن. حتى الاستعدادات اللي تجري في المخيم الجديد في الازرق يعني كانه مخيم دائم يعني مبين. احنا بهمنا استاذ محمد المحصله من هذا الحديث انه الاردن هذا الموقف وهذا العبء اللي بيتحمله شو انعكاسه على المجتمع الاردني، شو احنا كسبنا من هذا الموضوع. نعم. بالنتيجه احنا بنحكي انه العلاقات الدوليه في مصلحه ان بالضبط يعني هلا مهما حاولنا يعني نجمل ونحكي عن العروبه كذا الاخير، العلاقات الدوليه تحكمها المصالح، تحكمها المصالح في البدايه والنهايه. انا شو لي مصلحه في هذه القضيه؟ كمان انا بدي احافظ على مواطني. يعني انا يعني بغض النظر الناس تتفق مع عبد الله نصور وبتختلف مع عبد الله نصور، في يعني في له كثير عجبتني من المداخلات اللي بيقول لك فيها طب انا يا اخي بالنتيجه بدي استفيد على الاقل بمعنى الاستفاده مش الاستفاده المنفعه. وين بدي احاول وين الاستفاده الاستفاده انا بدي احاول كمان ان اخفف العبء على المواطن الاردني وما اخل بالالتزامات الدوليه تجاه المجتمع الدولي. هلا هاي هون القضيه التركيبه. هون بنرجع لموضوع اللي انت حكيت في البدايه، الاخ السوري بيقول لك هاي جنوب الاردن كذا، هالحكي حكي عواطف. احنا بالنتيجه في حدود سياسيه ارتضينا ابينا الاستعمار مش الاستعمار كل ما حكي عواطف، لكن يشكل خطوره في اذا كان في ذهنيه ليس له اي قيمه ليس له اي قيمه طالما في حدود ما بين الاردن وسوريا وفلسطين والعراق وكذا، وحدود موجوده وتدخل وبتعمل فيز، فبالتالي هذا اشعار على ارض الواقع. فانا ما باخذ بكلامه باخذ بكلامه فقط من ناحيه عاطفيه لا اكثر ولا اقل. انا بالنتيجه بيهمني مصلحه ابن بلدي قبل مصلحه اي طرف ثاني. يعني انا هلا بتدخل على اي محل على اي بقاله على اي هذا تلاقي تجد السوريين موجودين في كل الاماكن وقاعدين باخذوا محل المواطن الاردني في فرص العمل. هاي احد الخطورات على بالضبط. فبالتالي انا يعني هاي الامور العاطفيه ما باخذ فيها، يعني هو يقول ما يريد، ولكن انا بالنتيجه بهمني مصلحه ابن بلدي قبل اي مصلحه ثانيه. تتحدث امور عاطفيه ولكن الانعكاس اصبح مباشر هو واقع. بس انا بحكي لا يعني اهم انعكاس يا سيدي اثر على ميزانيتي يا سيدي. احنا بدنا نرجع يعني انا لما يكون عندي 1,300,000 هذول بدهم ميزانيه لحالهم. نعم. فانا قاعد الان ميزانيتي صار فيها عجز مشان اقدم الخدمات للمواطن السوري، واصبح الدوله تتجه نحو جيب المواطن من خلال فرض الضرائب الجديده مشان انها تغطي هذا العجز. نعم. لا منظمات دوليه ولا التزامات دوليه شفناها قدمت المساعدات، الا بنسمع ارقام ما بنعرف احنا هذه حقيقتها. حقيقه المواطن الاردني يريد من الحكومه ان توضح هذه الامور، كم دخل للأردن مساعدات من أجل السوريين، لأنه إحنا متهمين في الأردن أنه إحنا قاعدين نأخذ على ظهر السوريين. نعم. بس ما بقولوا قديش إحنا البنية التحتية اللي انبنت للسوريين والتكلفة والأمور زي أين دول الجوار دول الخليج اللي هي شريك فيما يجري في سوريا. نعم. نعم. وساهمت في الحرب وتدعم الحرب. نعم. أين دورها الآن في الحفاظ على هذول الناس؟ يرسي.